وينضم إلينا من إسطنبول مراسل الغد علام سبيحات. علام، ما الذي حدث في طرابزون، وهل عادت الأمور داخل مطار طرابزون الآن إلى طبيعتها؟ أقصد هنا حركة الملاحة طبعا. بالفعل داليا، الحركة عادت إلى طبيعتها بشكل كامل، سواء الرحلات الداخلية أو الخارجية، وفي هذا تصريح رسمي من والي مدينة طرابزون شمال شرقي تركيا. ما حدث هو أن هناك إبلاغ عن وجود قنبلة على متن طائرة تابعة لشركة الجزيرة الكويتية تحمل رقم CZR314، وهي في أجواء مدينة طرابزون. تم نزول إنزال هذه الطائرة اضطراريا، أو هبوطها اضطراريا في مطار مدينة طرابزون عند الساعة 11:18 تماما ظهر هذا اليوم، وفورا بدأت العمليات الأمنية، ما يتعلق تحديدا منها بإنزال أو يعني تحويل الطائرة إلى مكان بعيد عن المدرج الرئيسي في المطار، إلى مكان آمن كما تقول السلطات التركية. نتحدث هنا عن المعلومات التي أعلنت رسميا من الجانب التركي. تم نقل الطائرة إلى مكان بعيد عن المدرج الرئيسي، إلى مكان آمن، وبدأت عملية إجلاء الركاب من الطائرة وتفتيشهم فردا فردا بشكل كامل من قبل الأجهزة الأمنية المختصة في تركيا في المطار. وبدأت أيضا في ذات الوقت عملية فحص الطائرة من قبل القوات الأمنية، يعني قوة خاصة في هذا الأمر، يعني متخصصة في موضوع تفكيك العبوات والقنابل والمتفجرات. بدأت بفحص الطائرة بمشاركة كلاب بوليسية، بالإضافة إلى فحص الأمتعة التي كانت على متن الطائرة. لم يتم إثبات وجود أي قنابل أو متفجرات على متن هذه الطائرة، بمعنى أنه بلاغ كاذب. وخلال هذه العملية من قبل من كان البلاغ علام أصلا بوجود القنبلة؟ هذا الأمر لم يعلن داليا، يعني لم يتم الإعلان عن الجهة التي تم الإبلاغ عنها، أو بعض التفاصيل أيضا لم تعلن. على سبيل المثال وجهة الطائرة، تم الإعلان عن أنها انطلقت من الكويت، ولكنها أبلغت أو تم الإبلاغ عن وجود قنبلة وهي في سماء طرابزون، ولكن لم يتم الإعلان هل كانت وجهتها مدينة طرابزون أم لا. ولكن نستطيع أن نستشف من تصريحات والي مدينة طرابزون أنها يعني أن وجهتها لم تكن طرابزون شمال شرقي تركيا، ولكن مكان آخر، عندما قال إنها بعد استكمال عمليات الفحص والإجراءات الأمنية ستستكمل رحلتها، بحسب ما قال والي مدينة طرابزون. عمليا كان على متن هذه الطائرة 51 راكبا، بالإضافة إلى 6 أشخاص هم طاقم هذه الطائرة. والآن طبعا كانت السلطات أعلنت رسميا عن أنها أخلت مبنى المطار أيضا من ركاب الرحلات، سواء الداخلية أو الخارجية. تم إيقاف الرحلات مؤقتا، ولكن الآن عادت الحركة إلى وضعها الطبيعي تماما في المطار، سواء رحلات داخلية أو خارجية. وتم الإعلان رسميا عن أنه بلاغ كاذب، ولا توجد أي قنابل على متن هذه الطائرة. شكرا جزيلا من إسطنبول مراسل الغد علام سبيحات.